الفكرة كيف ما جاتنا، كيف ما قلت لك على قضية العرس. العرس دخلت البنت العروسة اللي دايرينها عروسة دابا، دخلت عندي الانستغرام ديالي. كنت درت انا كندير ديجا لي شوتينغ وسميتو، مؤخرا درنا شوتينغ مارياج عرس افتراضي. دخلت شفت لي فيديو، عجبوها التصاور، عجبها اللبس ديال النكافة اللي معانا. صافي قالت لي عافاك، واش ممكن انك تهضري ليا مع النكافه واخا نشد غير شي صوره تذكاريه انا وراجلي؟ بكيها علاش بقات؟ قلت لها واش انتي ما درتيش العرس؟ قالت لي لا ما درتش العرس، ما ساعدتهاش الظروف انها دير العرس. قلت لها شنو بان لك؟ نعيط للدراري ونشوفوا هذه فكره زوينه، حنا ناشطين شاطحين نديروها اجر. صافي عيطت للصديق ديالي اللي كانوا شيري التحيه وشكرا بزاف، حيت ما ربكيني شي ناس ردوها في وجهي، ولكن منين عيطت لجوك ايفن ما ردوهاش في وجهي. ومن تما كخينا حنا كخينا جروب. انا نعطيكم السلام عليكم. كنشكر موقع اشواق على الحضور ديالو وتغطيه هذا الحدث. كيف خلاتها يسرى اتصلت بيا وقالت لي راه عندي واحد العرسان، كيف قلتي انت ديجا راه كتورغانيزي لي زيفينمون هذا والناس ما فحالهمش، واش تقدر دير معنا هذا الاجر؟ قلت لها مرحبا بكم بليزير. شفت مع لاكليك ديالي جوك ايفنت اللي كانوا جاي لهم تحيه، هضرت معاهم ناقشنا المسائل اللي خصها تكون. قلت لهم واش سي اوكي واش تقدروا انكم تعاونوا مع هاد الناس؟ قال لي حنا كابابل باش نتعاونوا معاهم. صافي دوزنا الكلمه بيناتنا، هضرنا على ديتاي، خصنا القاعه، خصنا جوك، خصنا هذا. كانوا جاي تحيه لعبد اللطيف بن مومو، اوركسترا فيردوس معروفه في مراكش، كان غادي يحضر معنا في هذا الحفل. مدام سي محمد الصديق ديالي غنوجي نعطي الكلمه دابا، شاف واحد القاعه وراه غادي يهضر لكم على ديتاي بزاف. شاف القاعه والقاعه تكلفات لينا بكل شيء، يعني نخلي سي محمد يعطيك لي ديتاي كاملين. المهم انا اللي تكلفت به هو انا والليكيب ديالي جوك ايفنت، حاولنا نديروا لا بيبليسيتي، نهضروا مع الناس كونسيرن لي تيكي، نشوفوا الاجواق اللي غيكونوا معنا، نشوفوا تريتور الثياب الماكله. كاينين بزاف المفاجات، سي مو غيهضر معكم في هذه ديتاي بزاف. قبل ما ندوزو عند سي مو نعطي الكلمه اليسرى ساره النكافه اللي كانت معنا في العرس الاخراني اللي كثر عليها الحديث. كانت النكافه تبارك الله عليها، ما عندي ما نقول. كم النكافه الريف، انا صديقه ديالي اليسرى عيطت لي قالت لي تعاوني معنا في واحد بنت مسكينه ما كانش استطاع حتى باش دير العرس. قلت لها هي علاش لا؟ مرحبا، حنا كاع كنديرو كنخدمو مع الناس اللي عندهم ومع اللي ما عندوش، وبزاف تعاونت معاها كانت مسكينة ما بقات يعني ما عندهاش حتى هي باش تفرح براسها. قلت علاش لا حتى انا نتعاون معاهم كيما كاع تعاونوا كاع الدراري كاملين. اللي سولتني اشنو المرحلة، انا اي حاجة كانت عندي مزيانة في المستوى غادي ان شاء الله. المرحلة الاولى اللي هما هو الحمام اللي غيديوها بعضياتهم البنات، داكشي انايا اللي عليا غادي نجيب ليها الهيتات اللي غادي نجيب ليها الحنه ديال الدخله وديال الميده.
اي حاجه تتعلق بالعروسه غادي نجيبها لها ان شاء الله باش غنفرحها في ديك الليله ديالها. سعيده لكم والله يخلي لكم الصحه والسلامه ان شاء الله. الفا جاتني المكالمه من صديقه ديالي يسرى، ما فكرت حتى شي حاجه بس بريباراسيون، اتصلت بزاف ديال القاعات ديال الافراح، اتصلت بهم بزاف تقريبا شي اربعه ولا خمسه. المهم واحد اللي تعامل معنا ومن هذا المنبر كنقول ليه شكرا بزاف بزاف هو مراد البيضاوي، القاعه ديالو سميتها نسيم الفردوس، رياض نسيم الفردوس. فريمون كنا بغينا نجيو عندو باش ناخذو هي القاعه بوحده، تصدقنا السيد بغى يتعاون معنا ويدير معنا الخير، تكلف لنا بجميع التفاصيل من ا حتى لزيد، من ا حتى لزيد بواحد الثمن اللي زعما ريزونابل بزاف، كنقول ليه شكرا بزاف 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 من هذا المنبر هذا. اللي بغيت نقول لكم اخي التيكيتا دايرينها بواحد الثمن اللي ريزونابل بزاف، ماشي 600 درهم ماشي 250 غير 190 درهم، اللي يقدر كلشي يجي ليها. وحاجه الوحيده اللي طالبينها من الناس هما انهم ضروري يجيو لابسين سوا البنات يجيو لابسين كفاطن ولا تكشيطات، والرجال يلبسوا الكلاس. البريباراسيون الحمد لله راه غاديه مزيان غاديه بخير، تقريبا راه شي 80% تاع اللي تيتباعوا، يعني بقات واحد 20%. كي كنقول لك اخويا هذا الشيء كامل تنديرو على الخير ماشي باش ندخلو في جيوبنا. الحمد لله الجروب ديالي كامل ميسر عليهم الله سبحانه وتعالى، ما محتاجينش الفلوس، وتنتمناو ان شاء الله تنتمناو ماشي هذه اول مره، غادي تكون ثاني وثالث ورابع ان شاء الله، وهادشي ديما في اطار الخير. وشكرا لكم بزاف على هاد الدعم ديالكم نتوما، وكنقول لكم شكرا بزاف على هاد الاستضافه ديالكم، وكنتمنى الخير ان شاء الله والله يدير لي فيها الخير. احنا الحمد لله دايرين واحد التيكيت حتى نعاود لك على التيكيت، ظرف تاع 5 دقائق ولا ماتنا كامله الساعه حضروا لي التيكيت في البلاصه، تقريبا نص ديالو تباع. اللي بغيت نقول لكم اللي بغى لي التيكيت راه كاينين الاصدقاء ديالي، سواء انا سواء يوسف سواء يسرى سواء ساره، المهم الجروب ديالنا راه عندهم لي التيكيت، نجي بلاصه عندهم حتى البلاصه فين كاينين ما عندناش المشكل، والحمد لله راه غادي نيسروا ان شاء الله بكل ضروري ضروري لي كونتاكت لي كومونتير، راه كاع دابا الاغلبيه الناس كنبازيو على الناس اللي كيتابعونا، الناس اللي تيتابعونا هما اللي كنبازيو عليهم، ديك الساعه الا جاو الناس من بعد مرحبا بهم، اكونديسيون الناس يكونوا محترمين ويكونوا بعقلهم، حيت هذا راه زواج، هذا ماشي زواج افتراضي اخي، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا لكم بزاف. اخي باش نقول لك واحد الحاجه، حنا ديما كنحضروا العلاقات الافتراضيه واللعب الخاوي من الاخر، الوغ علاش حنا ما نديروش هذا الشيء اللي فريمون زوين ونربحوا به حسنات، واخا من الله سبحانه وتعالى، واخا اخي هذا الشيء ما تحتاجش من البوز ولا بلا الصوره ما تحتاجينش ليها، حتى حد ما دول اللي هضروا دابا حتى حد ما يحتاجش ليه، حنا بغينا نديروا غير الخير، وهذا الشيء اللي كاين وراه اللي تيجري على الخير اخويا راه الهضره بلا ما نقول لك انا، راه الله سبحانه وتعالى كيسلم، وهذا الشيء اللي كاين اخي. وشكرا لكم بزاف، الله يسر لكم واتر مباركه وسلاله سعيده كيف القاعده، وما كاين ها النشاط ها هو شر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.